ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل إذا أرسلنا إليهم رسلين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره أجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما عملت وأيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون ويقول لهم الليل نسلك في النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم إنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإنا شاء نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. فامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. من نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه شيئا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه فإذا هو خصيم وضرب قال من يهدي العظام وهي رميم. قل يهديها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. الباقي میں حدیث کے ساتھ پڑھوں گا. الباقی اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير قطع دعوتي من غير رد. واعوذ بك من فضيحة الفقر والدين وادفع عني هذين بحق الله.
سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه یہ جو اگربتی ہے اس کی وجہ سے پانی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال
السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نامن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي وابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب اللهم صل على محمد. مومنین اکرام، برادران و خواهران عزیز، سامعین و ناظرین المهدی ٹی وی، سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. وعلیک السلام و رحمت اللہ. شب جمعہ، شب حاجہ، شب مغفرت، شب جنت، شب زیارت امام مظلوم، شب
ظہور امام زمان علیہ السلام. المہدی سینٹر میں انشاءاللہ ہر شب جمعہ کو اسی طرح سے نماز مغربین سے جو ہمارا شب جمعہ کے اعمال کا سیشن باجماعت مغربین سے سورۃ یاسین اور سورہ واقعہ کی تلاوت کے بعد ابھی آغا برکت علی صاحب نے بہت ہی خوش الہانی سے حدیث قصا کی تلاوت فرمائی. انشاءاللہ اسی طرح سے دعائے کمیل اور زیارت وارث بھی ہوا کرے گی. تمام مومنین و مومنات سے پابندی وقت سا شرک کے استدعا ہے, خصوصاً ایام ولادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں, خصوصاً امام زمان علیہ السلام کو بھی ان کے والد گرامی کی تشریف آورد مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اور اسی زمن میں انشاءاللہ مورخہ 24 جنوری کو المہدی سینٹر برکلین نیو یارک میں یہیں 3 سے 6 بجے مدرسۃ القرآن کی کلاسز کا بھی آغاز ہو رہا ہے, اور 6 سے 7 بجے انشاءاللہ درس تفسیر قرآن جو کہ بسم اللہ سے والناس تک قبلہ کعبہ علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صندرالی قبلہ درس بھی دیا کریں گے 24 سے انشاءاللہ, اور اس کے بعد جشن کا بھی اہتمام ہے. تمام مومنین و مومنات پر پابندی وقت شرک کی استدعا ہے. بر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد بلند الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے دفع بلیات حاجات کی برابری کے لیے, مشکلات کی آسانی کے لیے, رزق کی فراوانی کے لیے, مریض ہے مخصوص کی مکمل فوری شفا یابی کے لیے, تمام حاضرین کے جملہ اموات, علماء, شہداء جن کے یاد کرنے والا کوئی نہیں, اس سب کی مغفرت کے لیے بلند الصلوات. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم رب إني نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز العجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. إلهي بحق عز جلالك يا الله, يا محمود بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه السلام, ومن ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه, فرج عني ما أنا فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب محمد وآل محمد, صل على محمد وآل محمد, وعجل فرج آل محمد.
يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الثنية صل على محمد وعليه خير الورى الصدية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتق العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحدث الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفي بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توضعني شكرك أن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي
ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من ثور وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومتالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وقصرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفة إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تضعين عدوي فغرني بما وهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا ناظما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذئنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني 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 ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدع خلقي وذكري وتربيتي
وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك الماضحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك ومحققة وعلى ضمائر رحبت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارح سعت إلى عوطان تعبدك طائية وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب أنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقصوه يصير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكار فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي
صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا زجلن إليك بين أهلها وزجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته حبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما صلفه من حلمك ورافتك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لحيبها أنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين أن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي وسيدي
فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حطمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وقلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته أن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك وصرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأعرضه ومن قاضني فقده
واجعلني من احسن عبيدك ونصيبا عندك واقربهم منزله منك واخصهم زلفه لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجود لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك واقل اثرتي واغفر زلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك وضمنت لهم الاجابه فاليك يا رب نصبت وجهي واليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والانس من اعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته جنان ارحم الراس ماله الرجاء وصلاحه البقاء يا صابغ النعم يا دافئ النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وعلى محمد وافعل بما انت اهله ولا تفعل بما انا اهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله بسم الله اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعائے حضرت حجت قائم آل محمد اللهم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وصدر ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطاهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والشرقة واردد أبصارنا عن الفجور والقيامة واردد أسماعنا عن الغر والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجود والرغبة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالاتباع وحسن السيرة وعلى الأغنياء بالتواضع والصاعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفقة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والرحمة وعلى مرضى المؤمنين
بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين باللطف والكرامة وعلى مسافر المؤمنين بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد آل محمد. يا الله 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 يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وارلها شہداء کربلا میں سب سے زیادہ مظلوم ترین خون مولا حسین کے شیر خان علی اصغر کے خون کا واسطہ جملہ مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما بارے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما بارے رہا جملہ مومنین و مومنات خاص طور پر جنہوں نے التماس کی ہے ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما بار الہ ان کو غیبی مدد فرما بار الہ ان کے رزق میں اضافہ فرما ان پر اپنی برکتوں کا نزول فرما اپنی رحمتوں کا نزول فرما بار الہ مولا امام مہدی سینٹر برکلین کی توفیقات میں اضافہ فرما جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں بار الہ تو بھی ان کی مدد فرما انہیں ہر آزمائش میں ہر امتحان میں گرنے سے محفوظ فرما بار الہ انہیں ثابت قدم فرما بار الہ چاردہ معصومین علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ اور مولا عباس علمدار حسین جب اپنی بھتیجی مولا حسین کی یتیم بچی بچوں کو جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے اس کے گرد جمع ہو جاتا ربی عباس جب خیمے میں آتے تھے تو ارد گرد بچے اپنے کوزے خالی کوزے خشک کوزے لیے ہوئے اللہ تش اللہ تش اللہ تش کی صدائیں بلند کرتے تھے. ربی عباس نے بھتیجی سکینہ کا مشکیزہ اٹھایا اور سکینہ کو اٹھایا اور مولا حسین کی خدمت میں پہنچے. مولا حسین نے فرمایا عباس بہت بڑا وسیلہ لے کر آئے ہو اجازت لینے کے لیے. آپ نے وسیلہ بہت بڑا اختیار کیا ہے لیکن جب اس بچی کو تماچے ماریں گے تو آپ کو بڑا پکارے گی چچا عباس چچا عباس چچا عباس کہہ کر بڑا پکارے گی. کہا مولا مولا مجھے جنگ کی اجازت نہ دے لیکن مجھ سے بھتیجی کی التج اور بچوں کی التج کی صدائیں نہیں سنی جاتی مجھے پانی لانے کی تو اجازت دے دے. ادا دارو دو جملے دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ مومنین کو ہدیہ کرتا ہوں. پہلا جملہ یہ ہے کہ عباس سکینہ کا خشک مشکیزہ لے کر نہر فرات پر پہنچے اور پھر واپس نہ آئے فرات سے. ادا دارو مولا حسین جب عباس کی صدا پر پہنچے اپنے بھائی عباس کے سر کو اپنے دانوں پہ رکھا. مولا عباس نے کہا آقا آقا میری وصیت ہے کہ میری لاش کو خیمہ گاہ میں لے کر نہ جائے میری لاش کو خیمہ گاہ میں اس لیے لے کر نہ جائے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے آپ کی اپنی بھتیجی سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا
جو میں پورا نہ کر سکا. یہ قضائے مسرت خداوندی ہے کہ میں وسیدی کا وعدہ پورا نہ کر سکا. اب میری خواہش ہے کہ میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے. اللہ جانو حرمین فاصلہ ہے قبر حسین کا اور ذریعے حضرت عباس علمدار کا. اللہ جانو عباس علمدار وسیدی کا خشک مشکیدہ لے کر مراد پر آئے اور پھر واپس نہ آئے. اللہ جانو دوسرا جملہ سنو اس کو اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے بطور وسیلہ اختیار کر لو. دوسرا جملہ یہ ہے کہ حسین کی بچی سکینہ فرات سے کربلا سے خشک اونٹ لے کر شام گئی. حسین کی بچی سکینہ پیاسی کربلا سے کنواں سے شام گئی اور خدا کی قسم شام سے پھر واپس نہ آئی. پیاسی زندان شام میں دفن کر دی گئی. بولا آپ کو سوائے غم بیت کے کسی غم میں نہ رلا. آپ کی ساری حاجات کو روا فرمائے. بچوں کو پروان چڑھائے. بچوں کو بار کامیابیاں عطا فرمائے. بچوں کے درجات بلند فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جرینا عطا فرمائے. سب مومن و مومنات کو مناسب رشتے نصیب فرمائے. بارے اللہ ہمارے وقت کا مالک صاحب الاسر والزمان جب بھی ہمیں پکارے ہمیں یقین کی لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بارے اللہ ہمیں صاحب الاسر والزمان کے گداگاروں میں امام زمانہ کے گداگروں میں ہماری منظوری فرما. بارے اللہ صاحب الاسر والزمان کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ ہونے سے محفوظ فرما. الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا اعدانا واشغلهم عن اذانا واظهر کلمۃ الحق واجعلها العليا وآدهز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة سورة كلها صلوات اللهم صل على محمد. بسم الله رب العالمين المہدی ٹی وی المہدی سینٹر المہدی پروجیکٹ سے روح رواں ڈاکٹر سخاوت سندرالوی اور جناب مختار بھائی کو اور جناب مبشر بھائی کو اور جناب برکت آغا برکت علی کو اور محمد شفیع کو بار الہ توفیقات میں اضافہ فرما اور اپنی غیبی مدد فرما. ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما برکات نازل فرما. بار الہ جملہ مومنین و مومنات کو توفیقات میں اضافہ فرما. اللہم صل علی محمد رب اغفر لی والی والدیا وللمومنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 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 رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس طرف آ جا.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسرار في الأسرار الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزيق الذكير الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به، لعن حضرت الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها الأبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد المرسلين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، لا شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أشفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين،
السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي كبرتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس يا سلطان أرب والأجام يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الذل والعدوان عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ابن الصواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين سيدة نساء العالمين إلى أرواح جميع المرحومين سيما المتألقين لهؤلاء الحاضرين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوكي ربنا نعم حبيبي يا رب.